من لا يخاف من الله لا يؤتمن، ومتصنع الود لا يؤتمن، وناكر الجميل لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، وكاسر الخواطر لا يؤتمن، وصاحب المصلحة لا يؤتمن، ومن لا يأتيك إلا في وقت فراره لا يؤتمن. من يخون العهد لا يؤتمن، ومن يغدر بالصديق لا يؤتمن، ومن يتلون في مواقفه لا يؤتمن، ومن يسعى بالنميمة لا يؤتمن، ومن يكثر الشكوى لا يؤتمن، ومن يروج للفتنة لا يؤتمن، ومن يبتعد عنك عند حاجتك لا يؤتمن، ومن يتكبر على الناس لا يؤتمن، ومن يخفي الحق لا يؤتمن، ومن يسرف في الكذب لا يؤتمن، ومن يزيف الحقائق لا يؤتمن، ومن يخدع بظاهر العمل لا يؤتمن، ومن يتلاعب بالمشاعر لا يؤتمن، ومن يفرح بمصائب الناس لا يؤتمن، ومن يستلل الضعفاء لا يؤتمن، ومن يظلم في حكمه لا يؤتمن، ومن يفسد بين الناس لا يؤتمن، ومن ينافق في معاملاته لا يؤتمن، ومن ينكر الفضل لا يؤتمن، ومن يشهد زورا لا يؤتمن، ومن يغضب بسرعة لا يؤتمن، ومن لا يفي بوعوده لا يؤتمن، ومن يسيء الظن بالناس لا يؤتمن.